ثمانية الناس في الخطر، صافي وجوج ماتوا. واش واحد يبني الدار ولا يبني شي حاجه ولا يبني الفيلا ولا يبني العماره ويرزي ولاد الناس؟ حشومه هادشي هذا. صافي اليوم عاد زربهم وقال لهم القايد زربهم. واش حنايا شعلة فينا العافيه؟ جوج دخلنا مشاو، حشومه هادشي هذا ما يبغيه لا الله ولا العبد. حنا مسلمين، علاش يرزي ولاد الناس؟ حتى العلم بغاش يهزو، خلاوه هيدر العلم كيموت عاد تخليوها لنا هنايا. السلام، انا نهار الاثنين بالليل ياك عيطوا في الاربعاء الليل عيطوا، سمعنا الغوت والحيحه وكل شيء، مين ودنا جبنا العوال كيغوتوا الاب والام وكل شيء، مين طلعنا جبنا العائله ميته في الخاطر. صافي كان عيطوا حنا لابيناس ما كتجاوبناش، عيطنا للمخزن جاوبونا قلنا لهم واحد الحاله في موسى العجلان زعما نقدوا العائله. صافي هما مشاو داو العائله، مين داو العائله ناض العايل، مين دار العائل ما بغاوش يجيو لعندنا حنايا، قالنا نتوما كتضحكوا علينا، حنا بزاف هاد الحاله هادي. صافي حنا تي طلعنا حنا جمهور العايل، العايل مات هنايا عادي كمشى. صافي والثالث هو اليوم صباح العايل عاوتاني، المهم 8 د الناس في الخطر، صافي وجوج ماتوا. صافي كاملين عواو صغارين الحومه كامله تأدات، كلاو الجمار. فهمتي في هاد الجمار هنايا في واحد الكودية هنايا، في خلاو العول داكشي كياكلوه وداكشي، صافي ما عرفوا حتى شي حاجة، لأنهم كيعرفوش حيت باقيين صغارين. فهمتيني مين جاو اليوم باش نعيطوا على حساب العايل الاخراني باش يديوه، قالوا لنا انتم بزاف هادشي هذا ديالكم مين جاو قالنا حنا كورونا، قلت له ما كاينه بو كورونا كتعي كاينه كورونا، قولوا شوش ما كايناش يدخلوا شوفوا شني كاين هاش اللي كلام التسمم وكل شيء شني واشني. قالوا لنا صافي عادك نزلوا وهزوا العايل، حتى العين بغاش يهزوه خلاوه هيداك. صافي بقينا كنغوتوا كنحيحوا كلشي، نهضت الحومه كتحيح بالرجال بالدراري بالنساء كلشي، العيال كيموتوا عاد تخليوها لنا هنايا. صافي سامي عيط جا القايد جا كلشي، قال لك لا ما تعملش هادشي هذا كامل زعما، صافي حنا قال لك في الاخر قال لك حنا عطينا الام والاب زعما هما اللي عطاو شي حاجه للعواول، عطينا عطيتي العواول جوج والاخرين شكون اللي يوكلوا؟ حنا وكلناهم واش هذا في الزنقه جبره يلا تينا كتحرط وكتزرب اولا كتحفر او شي حاجه زرب بعدا وحيد بهادي. هاد الدراري مساكن جاو الناس كيحرطوا بالتراكس وكلاو هاد العشبه رزات ولاد الناس، خصهم اول مره بعدا يعملوا الزهر اولا يعملوا شي مقدم واقف على هاد الشيء هذا باش الانسان يحرر ولاد الناس. العو صغاري راه ما كيعرفوش، العو صغاري خرجوا من الدار كلاو هاد الشيء تسمم، ما خصهمش يعملوا هاد الشيء هذا، يتعدوا على هاد العواول هادو. حشومه هاد الشيء عيب وعار، واش واحد يبني الدار ولا يبني شي حاجه ولا يبني الفيلا ولا يبني العماره ويرزي ولاد الناس؟ حشومه هاد الشيء هذا، راهم يقبلوا لا الله ولا العبد، وحنا كنطلبوا الحقوق د هاد الاطفال اللي مشاو ضحيه، حشومه. واش الانسان واش حنايا شعلة فينا العافيه؟ جوج دخلنا مشاو، حشومه هاد الشيء هذا ما يبغيه لا الله ولا العبد، حنا مسلمين، علاش يرزي ولاد الناس؟ كلشي مسيب في الطبة، كلشي ماتوا، كلشي علاش؟ علاش مساكن يحرقوا القلوب هاد الوالدين هادو كيخدموا عليهم؟ حشومة، ما خصهمش الإنسان يعمل هاد الشيء هذا نهائيا، مرة تماما، حنا مسلمين خصنا نراقبوا على هاد الشيء هذا، جيتي تبني كتقلع الدم، كتقلع شي حاجة، كتقلع شي ربع، عمل العساس يجري لك على العواول، ماشي أنتينا العواول كياكلوا، أنتينا كتحفر العواول كياكلوا من موراك، وأنتينا كتشوفوا ترزي ولاد الناس، عمل أنتينا نفسك يعملوا نفسهم هما على هاد الشيء هذا وهما يكونوا الوالدين هاد الناس هادو. حشومه هادشي هذا عار، وكاين الراجل مشاو لوجد وليداتو، كاين ناس مساكن اللي ربينا حشومه عار هادشي هذا شواونا في قلبنا، حشومه ما خصهمش يعملوا هاد الشغل هذا نهائيا. تامي جا القايد تا الدار وهضر معايا وقال لي في وقع هادشي هذا، قلت له في واقع اليوم عادك وقف هذاك الشيء، واليوم صبحوا كيزربوا. صافي واليوم ما صبح حتى واحد ما خدام ما حتى شي حاجه، صافي اليوم عادك زربوا وقال لهم القايد زربوا. صافي القايد بحال اللي ما تقشي بينا، قلنا باش نعرف انا العوال ماتوا بالتسمم تمايا. صافي عا ورينا كيفاش هذيك العشبه، عادك وريناها له بالرجال بالنسب كل شيء، عادك جا لعندنا عقلنا واش هذه العشبه هذه هذا الدوم هذا، قلنا له اه هذا هو اللي كيقتل، ما تجيش المراه تقتل ولادها جوج، علاش عين المراه والكاريه تما هي عيد دار وحده فيها ثلاثه د الناس، يلا ثلاثه د العواوات يلا وحده عين نسقى فيها يلا اللي ما سبحت في الغيبوبه الحومه يا اخرى. المهم الحومه كامله فهمتي، قول حسب من 20 فوق الناس العوار في الخاطر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.